درسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين تلوين لعبوا تمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير لكل الحلوين اللي قاعد يتابعون هالحلقة الجديدة من برنامج استوديو الأبطال التواصل الجدد معاكم في يوم جديد إن شاء الله يا رب يكون هذا اليوم سعيد على كل الحلوين اللي قاعدين يتابعونا أيضا اللي ما قاعد يتابعونا قلنا لكم مساء الخير قول عبد الله مساء الخير مساء الورد أيضا للأصدقاء مساء الخير في حلقة جديدة من خلال برنامج استوديو الأبطال على السريع اليوم حلقتنا يوم الثلاثاء أول شيء اليوم كم التاريخ 1/10 عندي موضوعين على التاريخ هذا بداية كل شهر دائما الواحد والتكرار أو اللي نذكر الأصدقاء الشطار هما طبعا اللي دائما يذكرون بعضهم دائما في بداية الشهر نسوي لنا خطة حق شهر 10 حتى لو فيها إعادات حق المواضيع بس دائما نسوي لنا خطة وأنا من الناس اللي أشجع أنه يكون لكل يوم جدول معين إذا كان في مواعيد حق الشهر كله يعني ياي فترة شغلة في نهاية الشهر بنص الشهر تقدرون تحطونه إذا إحنا الكبار على أعمارنا مثلا عندنا ندفع شغلة معينة بهالتاريخ لا ننسى ان عندنا موعد مثلا اسنان بهالتاريخ فنحطها من الحين لانه هو بدايه الشهر انصح الاصدقاء اللي كانوا ناسين يسوونها واللي مو ناسين اكيد مسوينها من امس لانه كان نهايه شهر 9 بدايه 10 هذا واحد 2 1/10 سنه 2008 مشاعل اول حلقه كانت لها في التلفزيون كظهور في الشاشه وايضا كان موجود في برنامج استوديو الابطال فنقول لك كل عام وانت بخير انت بخير سنة جديدة انزين دشت عليك الحين 5 سنوات 5 وخميس ان شاء الله يا رب على الحاسد هذا شيء ثاني الله يوفقك في مسيرتك الله يسلمك اجمعين ان شاء الله اللي تبينه يتحقق ان شاء الله يا رب العالمين اجمعين ان شاء الله يا عبد الله شكرا على الكلمات الطيبه اكيد انا سعيده جدا اشكر كل الاصدقاء وصديقاتي اللي امس اذكروا ان انا اليوم في نفس هذا التاريخ كملت 5 سنوات في الاعلام فان شاء الله يا رب تكون ال5 سنوات حبيتوني فيها وان شاء الله اكون دائما عند حسن ظنكم فشكرا جزيلا من كل قلب حتى البنات اللي جابوا كيك بسومه امس كانت جايبه كيك على صورتي وكانت كاتبه بهالمناسبه ومحتفله فشكرا جزيلا يا بسومه والبنات اللي دزوا اشعار وكلام حلو وخواطر ما قصرتوا من كل قلبي احبكم وابي اقول حق الطلبه اللي عندهم دراسه بلشوا الحين سووا جداول حق دراستكم عشان امتحانات خاص ما بقى شيء الاسبوع الجاي الكل راح يبلش تقريبا امتحانات قصيره اذا كان مدارس عاديه والجامعة في مترمات بعد فالله يسهل عليكم إن شاء الله وعلينا صحيح هذه هي رسالتنا دائما في بداية الحلقة يكون عندنا مسج يا يكون شوي طويل ناخذ الفقرة كاملة يكون مسج قصير ومن بعد نذكر بطرق التواصل علشان نبلش فقراتنا وشنو عندنا من خلال 4 فقرات في ساعة واحدة دائما تشوفونا من الساعة 3 لغاية الساعة 4 طرق التواصل بالاتصالات سين باللغة العربية اس باللغة الإنجليزية والأرقام موجودة أسفل الشاشة التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا عندنا أيضا التويتر @abtal_الراي هذا هو الأكاونت الخاص في برنامج استديو الأبطال طبعا عندنا كثير من المشاركات احنا دائما نقول ان المشاركات تكون للابطال عندكم مشكله حابين تقولونها عندكم موضوع حابين نطرحها عندكم مثلا حكمه قريتوها حابين قول امس ايه قول رافع ايدي بشارك امس قلت لهم قريت شويه من التحيات بس قلت لهم اعطوني اشياء غريبه تويت غريب فامس وايد ناس شاركوا اشكرهم واعطونا معلومات غريبه اعطونا اي تويت يعني لما تقرين تقولين شيء جديد معلومات جديده افكار جديده في بعضها كنا عارفينها صح وفي بعضها مو متاكدين ما نقول خطا مو متاكدين من صحتها لانه هو التويت وما مو عارفين مصدره فعرفتي فعشان كذي امس تميز تويتر البرنامج بافكار اللي هي فكره ان ندز شيء غريب حلو حتى اليوم اللي عنده مثلا معلومه غريبه معلومه سمعها حاب انه يفيدنا فيها خلي يدز لنا بس تنوي التويتر اوكي راح نقرا تويتر بس اشياء مثلا الكبار مثلا في مثلا سيده كاتبه ان انا مضايقه وحزينه وبخاطري اصيح بس ماسكه روحي عشان العيال فيعني انا اقول لك اول شيء الله يهون على مشكلتك يا مريم وان شاء الله يا رب تلقين حل اذا كانت عندك مشكله بس يعني شو تنصحينها تاكل انا اقول لا انا انصحها اذا عندك مشكله فعلا ممكن اللي يساعدك فيها احد يهتم بشؤون نفسي يعني اخصائي نفسي ممكن يساعدك في هالموضوع يعني احنا مو قادرين نساعدك ولا احنا نعرف المشكله فدائما التغريده هذه يدزي مثلا حق دكتور نفسي دكتور شيء ممكن يفيد تصدقيني
فأنا هذا حبيت أساعدك فيها، يعني حبيت أرد على تغريدتك. أنا بحكم عذلون كلمة أنا، يعني أقدر أجاوب معك وهذا بحكم دراستي، بس إنه ما أقدر في البرنامج يعني، لأن إحنا برنامج أطفال. فإن شاء الله إذا صرت كبيرة، يعني هذا نفس الأطفال يقول لما إذا صرت كبيرة يصير عندي برنامج ثاني يكون فيه أطرح فيه المشاكل الاجتماعية اللي تواجه الناس، وشون أنا نجيب دكاترة نفسية. وتحطين كوب شاي كذي يمك؟ إيه وأعصب. لا 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 مو أعصب، شوف أنا أقول لك شغلة، أحب أن أساعد الناس، يعني أحب مثل برنامج الثامنة. شفت برنامج الثامنة شلون؟ لا والله أنا كله التاسعة ما أدري عن الثامنة. الثامنة يكون بالنادي ألقاها منك ولا من الجامعة يا عبد الله. شنو الثامنة؟ خل نرجع ليش الثامنة. نرجع خلينا على الثامنة. لا لا خل نرجع دقيقة أنا بوجه تحية كبيرة أكيد للإعلامي داود الشرياني اللي أنا وايد أحبه، يعني وايد أحبه وأحب تفاعله وأحب مصداقيته وأحب روحه الحلوة، فأوجه له تحية كبيرة إذا كان أحد يعرفه أمانة. الحين عرفت البرنامج والله العظيم أنا ما أحفظ أسامي، الحين عرفته. إيه يعني شي برنامج هي 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 فكرة عامة بمشاكل أو قضايا ويساعدون الناس إيه؟ من ناحية في اختصاصيين أو حتى هو كإعلامي دائما هو الـ يعني يقول رأيه بشكل عام. هذه فكرة حلوة تكون في النايت شو، صح كلامك. الحين عرفته بس أنا محافظ اسم البرنامج بشكل خاص. أنا أيضا أنوع على موضوع التويتر علشان صدق لنا كثر هذا الموضوع، على بون احنا فتحنا تويتر والمشاركة مجانية فالكل يقدر يشارك. احنا دائما نخص البرنامج للأطفال، ففي ناس تكتب قصائد حزن رومانسية ما نقدر نذكرها، فهذا هذه الملاحظة بس، في مشاركة تفيدنا نقدر نقراها على الهواء. في بنوتة كاتبة أنا الجامعة مشكلتي ثلاث مواد وبريك ساعة والساعة أربعة عندي، تروحون بدالي؟ لو أنت تقدرين تروحين بدالي أنا يوم الاثنين والأربعة راح أكون شاكرة لك حبيبتي. أنا مستعد أروح بدالكم. إيه؟ بس أمتحن بدالكم. إيه؟ وأسوي برزنتيشنات بدالكم. إيه؟ بس ترضون بالأمر الواقع هم بدالكم. دي 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 أوقف. لا 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 شوف ليش يمكن أجيب لكم. إيه؟ شلون؟ شلون؟ أنا واحد أحب الهدايا. زين تخيلوا في عقد كذي يصير انه وقع وياكم عقد اروح بدالكم بس تصيدوني. ما يصير ممنوع. يعني الحين انا قاعد مشاعر الاقيل. نعم اقول غياب شلون. ما تريد اني ممكن تسوين. عندنا تغريدات وايد. في معلومه تقول لك الحيوان الوحيد الذي لا يموت هو نوع من انواع قناديل البحر يطلق عليه تيولا او تيولا او شيء كذي من بلد السودان. هذه معلومه عرفت فهذه هي. شكرا امين انا امين صح لي الاسم فقال لي تيولا. ناخذ اتصال معنا شربات. قول الو عبد الله. الو الو مساء الخير. الو 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 هي مساء الخير. الو سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قاعد امزح معك حبيبتي. لا توقعت. حياتي انت. قولي لي حبيبي شنو مشاركتك؟ اول شيء مساء الجمال. شكرا. مساء خمس سنوات جميلة حبيبتي انت كل عام وانت اجمل مذيعة تطل علينا يوميا بدون يوم واحد بس بالاسبوع. كل عام انتي من تقدم الى تقدم ومن نجاح الى نجاح ومن تألق الى تألق ومن تميز الى تميز. مساء العقيل الله لا يحرمني مطلتك ولا يحرمني ودودك بحياتي نكهة يومي. لحظة كنت بحياتك لكل الخمس سنوات لكن كنت معاي الخمس سنوات في دعوات ارسلها للسماء. ربما وجودك في حياتي استجابة لتلك الدعوات. أحبك يا أرمى وأجمل من دخلت بحياتي اللي حملت في حياتي سعادة. شكرا جزيلا يا لمى على هالكلمات الحلوة. ما قصرتي حبيبتي. وإن شاء الله دائما يكون عند حسن ظنكم. تعولة عيوني. إذا تسمحون لي شوي اليوم خلوني أطلع اللي بقلبي. طلعي اللي بقلبك أفعل شو نسمع اليوم إحنا. قولي حياتي. طبعا اليوم مطلبوا مني أعيد القصيدة اللي كتبتها لك. أي وحدة تبي تقوليها؟ يوم من الأيام فبعيدها اليوم. يلا قوليها حبيبي. من يقول الزين ما يكمل حلاه لو ربي يكمل وهذه مشاعر لها بالخفوق الحب كله واحترام وعشق طفل لما يوم يخشى فراقها هذه مشاعل والحسن طاغي والطيبة في عيونها تسبق قلبها يوم غابت كنا أيامي رحال وزادت فيني الحنين لها والأشواق في ذمتي ما شفت مثلها بالخلايق ولا ابتسم بالقلب مثل حبها ما هي حسن وطيبة وزين وجمال هي الكمال بالبشر ولا الكمال للي خلقها
أخلاقها عالية مثل أخلاقها عالية مثل الجبال عند التلال، وهي جبل والأصل في التلال هم عذالها. بنت عقيل فيها من الحنية هطنان، وفيها ذرابة فوق الوصف والكلام، متواضعة ولا تعرف للمكابر مجال، ومعروف غرورها عند حسادها. يا حاسدين خلوا مشاعل بصفكم بغرورها، وأنا برد الغرور رايق وحق من حقوقها. ما أقول غير سبحان من خلقها بهالجمال، والله يصون بنت عقيل من شرع البالها. الله الله، صح سهل، شكرا. شكرا على الكلمات الحلوة يا لما، ما قصرت. تحية كبيرة لك والعبود، ما أنسى عبود طبعا، أخبارك عبود؟ تمام. لا 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 ليش م... لا هو يوم بسأل شوي. طبعا شلونك؟ تحية كبيرة لك عبود، وشكرا لكم، تحية كبيرة لكل اللي تواصلوا معي واللي يحبوني يحبون اتصالاتي. شكرا لكم من كل قلبي حبيبتي، تحية كبيرة لك وشكرا على المشاركة الجميلة، أسعدتي قلبي يا بعد قلبي. تخيل هاي أول مرة أقولها. شكرا لك، والله شعرة طلعت. يلا ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام بسومة، وياك مشعل. بسومة هلا والله، مساء الحب يا الغالية. مساء النور يا قلبي، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك يا بعد عمري؟ الحمد لله زينة. شلونك عبود؟ تمام الحمد لله. على بسومة شلونك؟ الحمد لله زينة. بسومة قبل تقول اي شيء، تدري انا ايش كثر احبك؟ الله لا يحرمني ان شاء الله. حبيبتي احبك كثر الدنيا فعلا، انت اخت يعني اختي ما بيتها امي مثل ما يقولون، فانا احبك وايد يا بسومه. هذا بقول لك اياه قبل لا تقولين اي كلمه. حبيبتي تفضلي مشاركتك. احب اقول لك كل عام وانت اجمل واروع مذيعه في الدنيا. شكرا. وان شاء الله دوم نشوفك من ابداع لابداع، من تميز لتميز. شكرا. وان شاء الله دوم تبقين مشاعل عقيلين يعرفناها بطيبه قلبها وتميزها وتواضعها وحنيتها، وإن شاء الله ربي يوفقك بحياتك كلها. وهذا اليوم مميز لي ولك ولكل اللي يحبونك إن شاء الله يا رب، ومنها للأعلى لك والعبود. شكراً حبيبتي يا بسومة، شكراً على اتصالك وكلامك الطيب، وتدرين أنا كثير أحبك، يعني كثير ما أقول إن أنا أحبك شوي بحقك. أنا ما ضايق فعلاً، يعني مثلاً تكون عندي مشكلة ما بقولها حق أحد، أدق على بسومة، بسومة صار شيء وشي وأنا زعلانة وأنا حزينة. يعني تخيل إنسان عمرك ما التقيت فيه بحياتك شخصياً ان تثق فيه لهالدرجه، يعني شيء خيال، يعني اي شيء ممكن يصير بسومة اول باول هي تعرفها. فتحيه كبيره لها، اكيد تحيه كبيره لكل صديقات البرنامج، ودائما انا اتواصل معاهم واحبهم وهم بحسبه خواتي. تستاهلون، يعطيكم العافيه، الله يفرجكم ان شاء الله، وفي يوم من الايام راح تشوفينها. راح نكمل حلقتنا وعندنا حلقه جديده، بما ان اليوم يوم الثلاثاء راح يكون عندنا حلقه من حلقات مسلسل كرتوني نونو فيرست. قلتها صح. بريك. رجعنا لكم أصدقائي من بعد هالبريك، وراح أرجع أكمل التغريدات الموجودة معنا. يقول لكم معلومات اللي عندنا: عدم تدخيل الأب أمام الأطفال، وهذا بصرف النظر عن البيئة غير الصحية، فإن الطفل يبدأ في وضع أي شيء بفمه للتقليد، اي شيء يحطه بحلجه عشان يقلد والده. فدائما انتم قدوه ابنائكم، فديروا بالكم لا تدخنون قدامهم، اصلا التدخين مضر للصحه بعد. هذا من يسرى من مصر، تحيه كبيره لك يا يسرى من مصر. في تغريده تقول: تدرون ان انت وعبد الله ما لله سر سعاده الاطفال والكبار؟ الاحظ ان نص اللي يشوفونكم كبروا معاكم. الله يخليكم لنا، شكرا جزيلا للي دزت التغريده، ما قصرتي. ايضا عندنا معلومه تقول: كل مواطن في الاسكا فوق السن الست أشهر يتلقى أرباح النفط عن طريق شيك بحوالي $1,000 في السنة من مرام، عليهم بالعافية. شوية. أيضا في معلومة: $1,000 شوية. إيه 300 بالسنة دولار. وهو مو مسوي شيء فيه. شنو هو يسوي؟ يعطونا شيك، واحد فوق ست أشهر يعطونا كل سنة شيك $1,000. شنو حق شنو هذا؟ كذي أرباح مال نفط. هو ما يسوي شيء، أقول لك فوق ست أشهر. شوية. أنا أبي هذا الفيديو اللي انتشر بالواتساب. اللي ياخذ ما ادري كم ألف بس وظيفته ما كم شهر مره يروح يبدل لمبه البرج. مش شايفته؟ لا شي بس عزيز. اكيد شيء خطر يعني، عشان شي قاعد. شفتي البرج؟ برج عاد اي برج؟ اي برج، برج برج زي؟ برج طويل الحين، مو في الليتات اللي فوق ملوت عشان لا يدش فيه طيار. ايه وهذا يشب. هذه اللمبه انت تبدلينها.
صديني ما اسويها يعني خطره. قاعد اقول لك مهنه خطره عشان شيء ياخذ مبلغ وقدره عليه بالعافيه. خلينا نقول بعد عندنا اذا مات الفيل حبيبي اذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقفا لبضع ساعات قبل ان يسقط ارضا. ومنور عبود الجميل من غلا عبود، شوفوا شلون حرام يراعي شعور اللي تحته. يعني هو مات يعني دير بالكم ترى انا مت ما راح اطيح عليكم الحين، بعد كم ساعه يطيح حنون هالفيل. بس انطاح واحنا ما ندري هم حنون. اي تبي اقول بعد معلومه؟ اخر معلومه تبي اقول معلومه؟ نونو فورست؟ لا اقول معلومه على تعرفين تسالني ولا ما اكون تقول لا شنو هالقول مو كلامه هاك باخر واحده. هل تعلم ان حاسه التذوق لدى الفراشه توجد في ارجلها الخلفيه؟ تعلم؟ لا اعلم والله العظيم. خلاص مو احنا دائما نقول ترى المعلومات لا تسوي ترى انا بعدين اقول معلومه بعد. لا لا قولي المعلومات عادي. اقول؟ لا لا قصدي انت شنو قصدك؟ انا قصدي ان اقول المعلومات بس مو اكيد صحيح عشان تكون قاعد نقول شيء غلط. أي لازم هذا منكم اي تبحثون فيها علشان تعرفون. خلينا نشوف مع بعض حلقه جديده من نونو فورست عشان هي تقول فيرست انا اقول فورست زين. ونرجع مره ثانيه عشان ندردش مع اصدقائنا داخل الاستديو.
بعد ما شفنا حلقة جديدة من مسلسل الكرتوني نونو فورست، فإن شاء الله تكونون يا رب حبيتوا هذه الحلقة. صحيح، هذه أغنية لك أنت مو سامعتها؟ ترى اليوم هو عيد ميلادها عشان لا تخربطون. اليوم هذه الأغنية مهداة من الكناترة حقك. زين فدوة والله أمين، يعني حسسني أمين، أمين الملحنها. شكرا شكرا. يا رب تبجي. لا إن شاء الله ما تشي. تستاهل المشاعر هذه من الكناترة حقك. شكرا 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 من كل قلبي. أخذ اتصال. ألو 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 آسال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا آسال؟ بخير الحمد لله. حبيبتي مشاركتك. أول شيء بقول لك شيء بسيط. قولي حياتي، يلا قولي. أول شيء أنا متعمدة فعلاً إن هالكلام اللي ما تهدأ عشان يطلع من عفو ومن قلب حبك من أول ما طلعتي 5 سنوات وأنا متواصلة معك صراحة فعلاً، يعني حبيت طريقة، إذا ما كنا أي مذيعة كنتي مرة قريبة من 5 سنوات من اللي تعطيه. حبيبتي أسأل أسأل لحظة، أنا قاعد أفهم أنت الكلام اللي قاعد تقوله، بس عندنا بالاستوديو صوت مو واضح، بس تقول لي شوي شوي بس واحدة واحدة. أوكي يعني إذا تقدرين، يعني لأن أنا فاهمة أنت شنو قاعد تقولين، أنا فهمتك أنت شنو قاعد تقولين، بس إن الصوت مو واضح طالع. إيه خلاص. لمدة 5 سنوات وأنا حبت من أول ما طلعتي على الشاشة، وكنتي فعلاً جبت الإعلام جمالاً، يعني حتى كل حديثك كان عفوي وصادق، تعلمنا منك أشياء كثيرة، والله جبت كل شيء في الإعلام مختص جمالاً، أنت جميلة أصلاً وجبت الجمال، وكنت قريبة فعلاً من كل صديقات البرنامج، يعني مو مخصصات ولا أبداً، حتى من أول اتصال يمكن على طول كلمة قريبة من الوحدة، أنت فعلاً اتصلت أول اتصال يعني كلها كنت مرة قريبة، حتى أنت اللي يعني زودتيني إني أتصل وكذا، كانت لغز جداً 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 جميل، يعني حابة أهني الإعلام فيك صراحة. حبيبتي شكراً إنهم خذوا مساء العقيل. شكراً شكراً حبيبتي. عمري الله لا يحرمني من جميع المشاركات الجميلة، أشكرك على كل كلمة أنت قلتيها في حقي، يمكن أنا لأن الكلام طلع من القلب فواصل لي قلبي على طول، يمكن البعض مو فاهم الكلمات أوكي، بس أنا فاهم الكلام اللي أنت قلتيه عادل يا أسال، فأشكرك من كل قلبي على هالمحبة، وإن شاء الله يا رب دائما أكون عند حسن ظنكم. أسال أنت رح تلعبين مع صديقتنا بشاير، نقول ألو بشاير. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء شلونك؟ زين الحمد لله، أنت شلونك؟ الحمد لله تمام، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة حبيبتي بشورة. تبي تلعبين؟ ايه يلا مع بعض راح تلعبين مع آسال، يلا نشوف مع بعض اللعبة على شاشة. لعبة سمارت، يلا آسال اختاري حرف. ا ايه ب سي سي الاي ا A ال B D B ال A A A. يلا صفقوا حق أسال، صفقة كبيرة أنا وصقر وموسى وعبدالله كلنا صفقة حق أسال، ونقول حق بشورة حلوة هذه لك يا بشورة، وشكرا على اتصالكم وتواصلكم معنا، شكرا للبنات الحلوين قاعد يكتبون كلام حلو ما قصرتوا، شكرا. ننتقل الحين حق الأصدقاء الموجودين داخل الاستديو، وراح ندردش وياكم بعد غيبة طويلة رديتوا داخل الاستديو صقر وموسى، شلونكم؟ زينين. لابسين نفس الشيء اليوم. صقر تقدر تقول اسمك كامل فضل؟ صقر سلمان. ونعم فيك يا صقر، شلونك؟ زين. أي صف رحت الحين؟ ثالث. الثالث؟ شلون المدرسة؟ زينة. زينة؟ وشنو المواد مستانس فيها؟ ها؟ اوكي شنو تبي تقول؟ قول تحياتي. يلا تفضل. حق امي وابوي، حق خالاتي وعباتي، حق انت مشاعل وبس. وبس مشكور يا صقر. ننتقل حق موسى، يلا قول اسمك كامل. موسى سلمان. ونعم كامل. موسى سلمان كامل. ها كامل موسى سلمان.
بعد تقدر تكمل؟ بدون تحياتي. توجه تحياتك؟ إيه. تحياتي حد أمي أبوي. إيه. حد عبد الله مساعل. إيه. حس سلمى. وينها؟ وأنت عبد. ها؟ بالبيت. ليش ما جيت وياكم؟ ها؟ عليها مدارس. عليها مدارس؟ يعني عليها واجبات قصدك. الواجبات صارت مدارس؟ عليها واجبات، اوكي؟ لان عليها مدارس ما يصير، واصلا مو فترة مدارس لان خلصنا الحين. صح؟ اوكي، يلا الله يوفقكم ان شاء الله ونورتونا بعد طول الانتظار وغياب في برنامج السد الابطال، مشكورين. نورتونا يا شباب، اوكي تحية كبيرة لكم وان شاء الله ما ننحرم من وجودكم معنا في برنامج استديو الابطال. برجع اقرا تويترات البرنامج. مساء الخير لأحلى ثنائي شعول عبودة، هي تحياتي لكم وبارك لشعولة، شكرا جزيلا. وعندي معلومة، الحصان إذا قطع ديلة يموت. من صديقتكم من صديقكم ابن السلطنة، صديق جديد هنا والله جديد صح؟ اي ابن السلطنة، تحية كبيرة له. أيضا يقول لك في معلومة عن الفلفل، إيه يقول لك الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفاكهة الأخرى، من بنت السودان. شكرا لك أول شيء يا بنت السودان. أنا أحب الفلفل، إدمان إدمان عندي الفلفل. ممكن تكون أكثر تحتوي على أكثر، يعني أكثر شيء يحتوي على فيتامين سي ممكن، بس أنا ما أنصح بالفلفل كلش. هو يعني مو دائما، يعني مو مثلي، يعني شوية. اسمع خليني أقول لك، يقول لك هل تعلم أن 26 بلدا في العالم لا يملكون شواطئا لبلادهم؟ ما لا يملكون شواطئ، ما عندهم شواطئ. في عندنا تغريدة تقول شعولة 5 سنوات على التوالي وإحنا نتعلم من هذه الإنسانة الجميلة وما زالت وستبقى معلمتنا الجميلة، تحياتي لكم سوسو أرشيدي. شكرا جزيلا لك حبيبتي، كلامكم على راسي. أنا عادة ما أقول دائما هالكلمة. ألو ألو فتونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا قطوة؟ حليتي امتحانك؟ أيوه. درستي عدل؟ ايوه. شلون كل شيء اوكي؟ الحمد لله. حياتي انت تدري انا ليش ناديك قطوه؟ لانك اصغر واحده بصديقاتي. حبيبتي جبت كتكوته، خلاص اقول لك كتكوته بدل القطوه. يلا اقول حق بسومه قطوه، لان بسومه تحب القطط. فتونه هلا، قولي لي مشاركتك حياتي. اول شيء فيوز بقول لك كل عام وانت بخير. وهي بخير، وبقول اللي عندي. يلا قولي حياتي. اليوم الثلاثاء بتاريخ 1/10/2013 ميلادي، تكمل المذيعة مشاع العقيل 5 سنوات بالإعلام ويكتمل الإبداع. كل عام وأنت أجمل وأحلى وأرقى مذيعة بالكون، ومنتقدم إلى تقدم يا رب. أنت من أسعدتينا وبواجبنا نهنيك على إبداعك، أنت من أدخلت الفرح إلينا، أنت من تحرصين على إسعادنا، أنت من تصرين على تقديم أروع برنامج في أشد أوقاتك وظروفك. كل عام وأنت في أحلى برنامج، كل عام ونحن نحبك جيلا بعد جيل. الله يسعدك ويوفقك ويخليك ويرزقك باللي تتمنينا، ودم هالتميز والإبداع، وعسى كل عين غيورة حاقدة بتبعد عن دربك ويكفيك شرها. وأحبك مرة حياتي. بعد أحبك مرة 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 يا فتونة يا حلوة، سعدت باتصالك ومشاركتك معاي. علم ان انت عندك امتحان، وفيزة الله يحفظها ان شاء الله ايضا عندها ذر، فاحبكم وايد وشكرا لكم. انتوا قاعد تحسون ان احنا فعلا ساعات قاعد نتعب ونطلع ونبتسم، يعني ساعات عبد الله مثلا يكون تعبان ولا انا كنت تعبانه، فاحنا قاعد نطلع عشانكم دائما نتواصل معاكم، فشكرا من كل قلبي على هذا التقدير، ما قصرتوا. نشكر كل صديقات البرنامج اللي قاعد يتواصلون، ودائما مثل ما احنا ما ننسى بعض الصديقات والاصدقاء، هم بعد ما قاعدين ينسونا في فترات تكون او تواريخ معينه، احنا يعني نحتفل بيننا وبين انفسنا، ولكن هم ما قاعد يخلون هذا الموضوع، قاعد يساعدونا وقاعد يتواصلون ويانا، وايضا هم قاعد يشاركونا هذه الفرحه. فاشكر كل البنات اللي اتصلوا واللي بيتصلون ان شاء الله لهذه الحلقه اللي بلشت تكون خاصه كواحد عشرة من كل سنه. راح نكمل وراح نشوف معلومات بفقره ديسكفري، واليوم معلومات راح تكون عن الساعه من بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد هالبريك، ومثل ما قال عبد الله وذكرنا قبل البريك إنه راح تكون عندنا في هذه الفقرة إن شاء الله فقرة ديسكفري، ونحن نتكلم اليوم عن الساعة، معلومات كثيرة عن الساعة، ركزوا بهالفقرة ورح نرجع لكم مرة ثانية.
الساعة. قد لا يصدق البعض أن الناس قديما تعلموا معرفة الوقت وصنع الساعات عن طريق الانتباه إلى الدورات التي يلاحظونها في الطبيعة، مثل دوران الشمس ودوران القمر والفصول الأربعة. الساعة الشمسية، ولمعرفة الوقت في الساعة الشمسية، وهي عبارة عن دائرة عليها علامات تبين الساعات فيها بين شروق الشمس وغروب الشمس، وتغرس في وسط الدائرة ساق خشبية صغيرة حيث يقع ظلها على العلامات، ومع حركة الشمس عبر السماء يتحرك الظل مشيرا إلى الوقت. الساعة المائية، على أن الساعة الشمسية لم تكن مفيدة دائما، فهي مثلا لم تكن تعمل في الأيام غير المشمسة، وحتى في تلك الأيام لو أنك أردت معرفة الوقت فأن عليك أن تبتعد خارجا حتى لا يقع ظلك عليها. ثم أن الساعة الشمسية لم تكن تعمل ليلا بالطبع، وقد عرف المصريون القدماء منذ ما يقارب 3400 سنة كيف يبتكرون دورات يمكن استعمالها لمعرفة الوقت، فقد أدركوا أن تدفق الماء من ثقب في وعاء مملوء بالماء يحدث بمعدل ثابت، وقد أدت هذه الفكرة إلى اختراع ساعة مائية. وكان الماء في تلك الساعة المائية القديمة ينساب من ثقب قرب قاع إناء حجري، وكانت العلامات المحفورة على جدران الوعاء تبين الساعة، بحيث يعرف الناس الوقت بالنظر إلى كمية الماء المتبقية في الوعاء. الساعة الرملية، أخذ الناس يستعملون الساعة الرملية مع بدايات القرن الرابع عشر، وكانت تلك الساعة تعمل بنفس الأسلوب تقريبا التي تعمل به الساعة المائية. وأبسط الساعات الرملية تتكون من انتفاخين زجاجيين يتصلان معا من خلال عنق صغير ينساب الرمال من الانتفاخ العلوي إلى الانتفاخ السفلي، وعندما تنتقل كل الرمال من الجزء العلوي يدرك أحد مراقبي الوقت أن فترة زمنية محددة قد مضت. الساعة الميكانيكية، وقد ظهرت الساعة الميكانيكية لأول مرة في أوروبا منذ نحو 700 سنة، وكانت تلك الساعات تستخدم أوزانا هابطة وصاعدة لتحديد الوقت المنقضي، وذلك بإدارة أحد التروس التي يستمر في الحركة، حيث يطلق رنين الجرس عندما كان رجال الدين أو الرهبان يسمعون رنين الجرس كانوا يدركون أن حان وقت التجمع لأداء الصلاة. والساعات الميكانيكية أو الآلية شأنها في ذلك شأن الساعة المائية أو الرملية، تقيس الساعات التي تمضي، إلا أن أقدم الساعات الميكانيكية لم تكن تذكر الوقت كما هو الحال الآن، فلم يكن بها عقارب أو قرص، وإنما كانت تطلق إشارة عندما تمر ساعة كاملة. وقد بدأ معرفة الوقت كما نعاهدها الآن كان في عام 1656 عندما بني مخترع هولندي هو كريستيان هايغنز ساعة بندول، وقد استخدمت الحركة المنتظمة للبندول الذي يتأرجح بحرية في تعيين الوقت. وتأرجح البندول عبارة عن دورة تعتمد على انتظامها أكثر مما تعتمد على الماء المتساقط أو الأثقال المعلقة، ونتيجة لذلك كانت الساعة ذات البندول دقيقة ومضبوطة في حدود 15 ثانية في اليوم. ردنا وياكم من بعد ديسكفري، بصراحة عجبتني اليوم الفقرة وإن شاء الله استفدتوا منها في معلومات عن الساعة. ممكن دائما هذا أو نقدر نقول هذا الشيء معتادين عليه بشكل يومي، وهو اللي ينظم وقتنا، وهو اللي ينظم حياتنا، وهو اللي يعطينا متى نبدي ومتى ننتهي، مواعيدنا نلتزم فيها، اجتماعاتنا نلتزم فيها، حضورنا لشيء، حتى في البرنامج متعودين على ساعة واحدة. احنا دائما لو ما في ساعة يمكن ما احنا عارفين متى بالضبط نبلش. فشكرا اللي اخترعوا الساعة وطريقة الساعة، مرينا فيها من خلال فقرة ديسكفري من بدايتها لغاية اليوم اللي توصل قيمة الساعة الى يمكن قيمة سيارة فاخرة، على حسب الديزاين، على حسب الاشياء اللي فيها. صح، الله يرزقنا ان شاء الله الساعة اللي بخاطرنا ان شاء الله. يما مثل ما وعدتيني بعيد ميلادي، ها شكل انا عارفه شكلها اللي بعدين ان شاء الله اقول لك يعني هاي ما ترى ديسكفري حقك. يلا خلينا نلعب الحين مع اصدقائنا، ناخذ اول نهربها بعيد ميلادي ان شاء الله. اول اتصال في لعبه سيارات، خالد. الو خالد. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ طيب الحمد لله. خلود تبي تلعب؟
ايه اوكي، انت اتصال اول معنا في لعبه سيارات. ماشي ماشي اوكي يلا. ناخذ الاتصال الثاني معنا عبد الله، نقول الو عبد الله. الو عبد الله، عبد الله، الو الو عبد الله، وين رحت؟ الو انت الاتصال معك. الو قول الو. يلا ناخذ بدال عبد الله. بثينة، بثينة السلام عليكم. الو عليكم السلام الرحمه. هلا وغلا، هلا فيك حبيبتي. عمري انت شانك؟ الحمد لله تمام. ايش اخبارك حبيبتي؟ زين الحمد لله حبيبتي. تبي تسلمين على عبد الله بعدين نلعب؟ ايه طبعا. هلا بثينة شلونك؟ هلا عبود الحمد لله تمام. انت ايش اخبارك؟ والله تمام بخير. شفتي فقد ديسكفري؟ لا بصراحه ما شفت. ليش حسافه؟ شوفيها باكر بالاعاده او الرايتيوم يعني. وايد حلوه الفقره وايد. هو كان عن الساعات يعني. ايه عن الساعه. يلا خلينا نشوف لعبه الساعه. يلا بثو راح تلعبين مع خالد. يلا خالد وبثينة شوفوا لعبتكم على الشاشه. يلا السؤال الاول لخالد، يعتبر الجزر من الفواكه المفيده صح ولا صحيح؟ صحيح صح صحيح. لا لا عطني اجابه نهائيه. يعتبر الجزر لا لا لا. من الفواكه المفيدة. لا ليش لا؟ ليش خطأ؟ قول لي. ما أدري. أوكي. إذا أخذت أمشي سيارتي لأن الجزر مو من الفواكه، من الخضار. أوكي يلا السؤال اللي بعده لي بثون. بثون السؤال يقول لك الموز نوع من أنواع الفاكهة المستخرجة من جذور النباتات صح أم خطأ؟ لا خلاص عفية عليك سيارتك راح تنتقل خطوة. السؤال الثاني لي خالد. خالد كلمة ورود جمع ومفردها وردة صح؟ صح صحيح. عفية عليك شطور. يلا السؤال اللي بعده، العين هي مركز قيادة جسم الإنسان صحيح؟ بثينة صح ولا خطأ؟ شنو ما سمعت شعول؟ العين هي مركز قيادة جسم الإنسان. العين صح؟ لا غلط غلط أقصد غلط غلط. أي خطأ لأن الدماغ. الدماغ تخيل يا السؤال بالجامعة. أوكي يلا السؤال اللي بعده لي خالد، تقع دولة الأرجنتين في قارة أمريكا صح ولا لا؟ صح ولا دقيقة لا؟ دقيقة 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 ودقيقة دورة بالخريطة؟ عند اجتماع الله. لا لا اسمع اسمعني قاعد تشوفني؟ ايه اوكي ركز معي. تقع دولة الأرجنتين في أمريكا. لا لا لحظة 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 بقى لا نزي راسك اكثر اكثر. ايوه كذي يلا. اي ولا لا؟ شعر قدام. ها حركه شعر قدام. اي صح صح. اوه واخيرا وصلت يا خالد. السؤال الاخير لي بثينة، المنامه هي عاصمه مملكه البحرين صح ولا غلط؟ طبعا صح. صح وشطوره يا بثينة وشاطر يا خالد وما قصرتوا على اتصالكم يا حلوين. الى اللقاء. مع السلامه. شكرا وان شاء الله استفدتوا. وانا يعني يهمنا الفائده ويهمنا المعلومه اكثر من ما احنا نربح. احنا نساعد بس لخاطر ان تعرفون المعلومه. ناخذ بعد اتصال. بيونه بيونه اختك بيونه. السلام عليكم. ما اعرف ترى ما هالسوالف ذا. بيونه شلونك؟ الحمد لله بخير. شلونك عبود؟ تشكرات يا فندم. جروحي تشوكوزا تشوكوزا صح ولا تشوكوزا؟ ما ادري وزارة. شلونك يا بيونة؟ الحمد لله بخير. انت شلونك؟ والله بخير الحمد لله. حيا الله بيونة. الله يحييك. هلا وغلا. كل شعور ممكن وياك بيونة. يا قلبي انت شلونك شعور؟ الحمد لله بخير. عساك بخير يا الغالية حبيبة قلبي. بخير الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. يا اروع واطيب واحلى واجمل وكل شيء بهالكون انت يا شكرا غالية. عسى ربي يحفظك ويحميك وانا احبك وايد وايد حبيبتي. وانت اختي اللي ما جابتها امي شعول. الله يرزقك كل ما تتمنين ان شاء الله حبيبتي. الله وانت
يعني إنسانة صراحة أعجب عن وصفها، لأن أنت قدوتي تعرفين شعور. أنا وايد أحبك. لا يا جماعة والله مسؤولية صارت الحين أكبر. حبيبتي مشكورة يا بيونة، شكرا على كلام اللي قاعد تقولونه وما قصرتها، وشكرا على كل كلمة حلوة قاعد تقولها. أحبكم كثر ما تحبوني، أنا دائما أقول هالكلمة وزيادة بعد. حبيبة قلبي شكرا يا بيونة، الله يوفقك إن شاء الله ونتخرج كلنا. أنت متى تخرجين إن شاء الله؟ بعد كم سنة؟ لا هذه ثاني سنة لي إن شاء الله. ثاني سنة يعني تخرج مع بعض، على ما أنا أطول لي سنة كذي زيادة. حياتي حبيبتي شكرا على اتصال. قولي حبيبي حق منو؟ أودي تحياتي طبعا حقك أنت يا قلبي. شكرا. حق عبودي الغالي. شكرا. حق كنترول ماجد، وحق سارة، وحق كل طاقم سيد الأبطال، وأشكركم من كل قلبي على البرنامج الرائع هذا. حبيبتي. حق بوايد، وحق غلا عبود، وحق ريما، وحق كل صديقات البرنامج، وحق خواتي اللي احبوا مايد، اللي انتوا اللي جمعتونا مع بعض، اللي الله يفوزنا ان شاء الله. قبل من حبايب اقول لهم اني انا احبكم وايد، وان شاء الله ربي ما يرحمنا من بعض لان وايد احبكم. حبيبتي الله يرحمكم من بعض ان شاء الله، ودائما يسمع اصواتي الطيبه. شكرا بيونة على الكلمات الجميله والرائعه. تبي تقول شيء؟ لا بس اذا تبي تلعب يعني. تبي تلعبين بيونة؟ لا بس اختي هند، لا انا ما اقدر العب لان الحين انا طالعه، بس اختي هند شو تسلم عليك. حبيبتي عطني اياها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بالغاليه. هلا فيك حياتي. عمري قولي لي. كل عام وانت بخير. حبيبتي. والله يسعدك يا رب. وقت وين ما تروحين تدرين اني احبك شعولة، احبك اموت عليك. حياتي والله مش... العظيم احبك والله. شكرا شكرا. شاهد علي احبك. شكرا حبيبتي على هالكلمات والله. اي معاك حبيبتي مشكور. او شيء انا بشكرش عشان بعدين راح يكون ختام اتصال. شكرا على كل كلمه قلتيها في حق حبيبتي، ما قصرتي حياتي. انت هلا هند. هلا والله. شلونك؟ هلا والله فيك. شلونك يا اخوي؟ الله يسلمك. الحمد لله بخير. شو اخبارك انت؟ بخير الله يسلمك. انت شلونك؟ والله الحمد لله تمام. شلون الوالده الاهل شلونهم؟ الحمد لله. اختي بيون بتشوفني والله كثر خاطري. لا عادي عادي. يلا راحت بيون الحين. احنا نحبكم. الله يسلمك. والله يسعدكم ان شاء الله يا رب. تسلمين يا الغالية. مشكورة. مع السلامة. على العين وعلى الراس. تسلمين. شكرا ومع السلامة. شكرا لكل اصدقاء البرنامج واتصلوا اليوم. اخجلتوني بهالمحبة امانة، ما قصرت حبيباتي. راح نكمل حلقتنا معاكم ونترنا بعد البريك. ردنا وياكم من بعد البريك في الفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم في برنامج استديو الأبطال. نذكر دائما عندنا كل يوم في فقرة بالإضافة إلى الاتصالات والمشاركات وديسكفري تكون معانا من يوم الأحد لغاية يوم الأربعاء في معلومات جديدة. والفقرات تتقسم من يوم الأحد عندنا أو السبت فوكس بوب، والأحد فوكس بوب بالإضافة ليوم الاثنين فقرة شعول، يوم الثلاثة عندنا رسوم متحركة، يوم الأربعاء عندنا أكشن، والخميس تكون اتصالات مثل ما هو يوم السبت. واللي بيحتفل بعيد ميلاده الباب مفتوح للجميع. لا حد يستحي، لا حد يقول لا والله ما ودي، بالعكس نحتفل ونستانس وياك في عيد ميلادك وين ما كنت. تينا تلفزيون الراي. عندنا معلومات كثيرة نبي نقراها. دولة قبرص هي الدولة التي خريطتها على علامها. علمها يا مش هعلم. علامها. دولة قبرص على علامها. ايه ايش ميز؟ يقول لك خلص البطارية من 9 الصبح خلاص. تبين اشحنت؟ لو باتري الحكاية طالت الأحمر هذا عرفته. بعد في يقول لك معلومة ثانية بس عشان عندنا اتصال مهم جدا جدا، اتصال VIP. يقول لك الزرافة تنام في اليوم 9 دقائق فقط على 3 مراحل، يعني كل مرحلة 3 دقائق. مسكينة. هلا وغلط. قول الو. ما في عصب. لا لا خذي انت. الو. هلا غلط. هلا والله زياد شلونك؟ تمام الله يسلمك. شو اخبارك عت الرياض؟ طيب الحمد لله. انت شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله في احسن الاحوال. حبيبي عسى دوم ان شاء الله. حاب تقول شيء؟ عيوني شعولة. عيوني شوفين شارع 90. شارع شنو؟ مكفى شارع 90. والله نو تايم نو تايم حق تلفزيون. تتابع الثمن. الثمن؟ الثامنة. الثمن. ترى على فكرة هو شوف وين صار، هو عارف ليش. تبي تقول موضوع ولا لا؟ لا لا بس أقول بوحدة تشبه لك. تشبهني أنا؟ إيه. لازم أتابعها. لازم أتابعها. حلوة؟ إيه وايد. يا بعد عمر عيونك الحلوة. يلا زياد تبي تقول سالفتك مع عبدالله ولا لا؟ أسكت.
والله انا زعلان عليه وايد وايد وايد. قوم عبد الله زعلان، قوم قوم عبد الله تعال يلا. يلا قول. هلا زياد. والله زعلان عليك عبود. ليه؟ رسلت فيني. سويت فيك يا اخي، انت السعوديه وانا بالكويت، شو اسوي يعني؟ شو ممكن اسوي؟ خلاص بيني وبين نفسي. اوكي لا تزعل مني، قاعد غشمر وياك. بس كانت غشمره قويه. والله زياد عبالي قاعد تبكي، والله العظيم انا واقفه مني عبالي قاعد يبكي، تصدق؟ خلاص صدق يعني. افترحت. زياد. نعم. لا يبقى قاعد غشمر وياك عشان المشاهدين يفهمون السالفه، ما نبي مثلا نقول موضوع ومو فاهمين السالفه. قبل لا ناخذ الفقرة الأخيرة كان عندنا فاصل، صح ولا لا؟ اي. في هذا الفاصل زياد كان على الخط ناطر على الويتنج، طلعت أنا كلمت زياد وقلت له ملاحظة وصدق إنه يعني سوى في مقلب، يعني سويت في مقلب بسيط وصدق زياد، بس هذا اللي صار. حدها عادية، وين مو قوية يعني. إذا شفيك ما قاعد تقولها لو غلط، عادي قولها ترى. زياد. نعم. أوه غير، ما قام يقولها لو غلط. قولها قولها. زياد لا غلط. ايوه بس كذي، مو قالوا لك ممنوع؟ حبيبي زياد مشكور يا الغالي، لو ما الميانة اللي بيني وبينك والله العظيم يعني اسوي فيك اقوى من كذي. لا 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 اسوي، ما اسوي فيك مقلب يعني. اكيد زياد كلنا نحبك هني. حبيبي حبيبي يا زياد. زياد تبي تلعب؟ ابي بلعب سمارت. سمارت؟ ايه. اذا بس عندي لعبة الصورة المخفية، خلصت سمارت. اوكي يلا مع عبد الله تفضل. يلا خلينا نلعب سمارت ويا يا زياد. يلا خلينا نشوف اللعبه. الصوره المخفيه. انا شنو قلت؟ سمارت. يلا الصوره المخفيه اختار واحد. واحد ان شاء الله تعرف لانه سهل جدا. عطني فايده من فوائد الجزر. معروف. النظر. حلو. بعد رقم ثلاثة. غني بسرعة. شعر سيدي أبطال. هلا 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 وغلا. شعر سيدي أبطال. أنا قلت لك هلا يعني. أنا ترى ما قلت لك هلا وغلا، أنا قلت لك هلا يعني مثل هلا، تي واحد يقول لك هلا يعني شنو ما سمعت، بس عرفتها والله. لوجو لوجو البرنامج، برنامج سيدي الأبطال. مشكور يا زياد، إذا أنت دائما تتابعنا فأنت تعرف اللوجو. مشكور يا زياد، يعطيك العافية ومع السلامة. بنرجع للتويتر مره ثانيه. شعول حبيبتي كل عام وانتي احلى مذيعه. عبود زعلانه منك بنتي شوق لانه ما تقدر تغريداتها. شو مسوي عبد الله اليوم كل زعلان؟ شو السالفه يا اخوي؟ مسكين، شو الابتسامه والله. يلا نرجع. يقول لك ونحكوا عن السعاده، تخيلت روح مشاعر العقيل. كل عام وانتي بألف خير شعولتي من هديل. شكرا جزيلا يا هديل. الله يوفقك شعول ووفق عبود، والله يخليكم لنا. مع تحيات مشاري المطيري. شكرا يا مشاري. انا ما ادري مشاري المطيري هل انت مش صغير، لان العمر مكتوب مواليد سنه 68، فما اتوقع يعني ان انت مش هذا ابوه، يمكن والده اتوقع يعني. منوره حبيبه قلبي وسما باتصالها، رب اللي احنا يحرمنا منها اشو انه ما سمع من هديل. شكرا جزيلا يا هديل. هل تعلم أن العنكبوت ينسج خيوطه من الحرير؟ نعم. وأن الذي يقوم بالنسج هي الأنثى فقط؟ نعلم ذلك. تعلم الحمد لله. قلناها بديسكفري عن العنكبوت. هل الأمام بيقول هالمعلومة؟ مرحبا عبد الله مشعل، هل تعلم أنك إذا أكلت الكثير من الجزر يتحول لون جلدك إلى اللون البرتقالي؟ من ماك صامت. واه 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 وأنا راح أكل راح أشوف. أوكي. يقول لك هناك وقتان يجب عليك أن تغلق فيهما فمك تماماً، عند السباحة وعند الغضب. أوكي الأولى تتسكر، الثانية شلون؟ شنو شنو؟ لازم وقتين لازم تسكر في محجك تماماً، عند الغضب وعند السباحة. عند السباحة صح أي. عشان ما تأخذ الماي، بس عند الغضب بالعكس. أوكي يعني هذا مثل يعني حكمة أي، عند الغضب أنك تسكت أي. خلصت الحلقة. خلصت الحلقة. شكرا للأصدقاء اللي شاركوا ويانا، يعطيكم العافية. البنات اللي اتصلوا والشباب اللي اتصلوا، نشكر صقر وموسى على حضورهم اليوم في البرنامج. نشكر اللي تابعوا ويانا في ديسكفري، كان عندنا الساعة وعندنا حلقة من حلقات مسلسل كرتوني، بالإضافة إلى مشاركات الأصدقاء عن طريق تويتر البرنامج. نشكرهم ونشوفكم باكر في حلقة جديدة. باي باي. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. رن رن
كلكم جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين تلوين لعبوا تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين راح نسألون نلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب